وسهلا بيكم في برنامجكم زعفران وفانيلا. النهارده هنعمل وصفه برضو ان شاء الله تكون لذيذه وتحبوها. هنعمل ايه بقى؟ هنعمل طاجن لسان العصفور. طاجن لسان العصفور من الاكلات اللي انا بحبها جدا، لذيذه كده وطعمها مختلف. لسان العصفور طعمه لذيذ. اول حاجه عشان نعمل لسان العصفور في الطاجن هقول لكم المكونات السهله جدا، وهي عباره عن طبعا لسان عصفور، وعايزين لحمه، ممكن لحمه ضاني وممكن لحمه عجل عادي زي ما انتم عايزين. عايزين شويه سمنه، وهندوب فيهم شويه مستكه، عايزين صلصه وجزر وبسله، بصل، وقلنا احنا سمنه او زيت زي ما انتم عايزين. واللي بيحب الفلفل الحراق، بس هو الفلفل الحراق بيديها طعم لذيذ جدا جدا جدا. ولو عاملينها بلحمه مفرومه يبقى هنستعمل مكعب مرق، لو عاملينها بفراخ او بلحمه هنستعمل المرقه بتاعه اللحمه اللي احنا حاطينها دلوقتي على النار تغلي. طيب دلوقتي احنا هنسخن الحله بتاعتنا، وهنجيب معلقه اهم المعالق هنا، هناخد السمنه بقى اللي عندنا، تخلي بس شويه كده لو حبينا. خلاص مش لازم، لا بنحطهم كلهم. طبعا البسله والجزر مسلوقين، او طبعا اللي بيتباعوا في الاكياس دول، بس مش نيين، لان الوقت اللي هيقعدوا لسان العصفور في الفرن مش كفايه ان هو يسوي البسله، بتاخد وقت اكتر. هنحط مع السمنه المستكه عشان خاطر تلحق تسيح، يعني كمان واحدة دايما اللي نشتغل بيه نرجعه ورا عشان ما نتلخبطش. ناخد بقى أول حاجة، عايزين ناخد، خلينا هناخد شوية حتة بس سمنة صغيرة كده عشان نقلب فيها البصلة، لو مش عايزين نحط البصل ني، بس كده حتة صغيرة. ناخد بقى لسان العصفور اللي عندنا، خلاص المستكة ساحت اهي، هناخد لسان العصفور ونبتدي كده، كفاية دول. هنحمره كويس قوي في السمنة اللي عندنا، وفي نفس الوقت نفتح النار هنا علشان نبتدي نقلي كمان البصل. لازم لسان العصفور يتحمر كويس، ونشيل لسان العصفور. خلصنا منه، خلصناه. معانا تليفون خضرة. ايوه يا عسل يا عسل. اهلا يا بنتي يا عسل. الله معلش، انا ما بقعدش على الفيسبوك كتير وما بقعدش بكلمك. ده انت جميله قوي، معجبه بيكي جدا يا ربنا يخليكي يا رب يا خضره. اهلا وسهلا، لك كل حاجه بتعمليها لي. طب الحمد لله. ما عنديش وقت دلوقتي لان عندي شغل موسمي، والمعين ربنا ليا وليك ان شاء الله يا رب. الله دايما يكون مع الجميع. يا رب معجبه بيكي جدا، ربنا يخليكي يا خضره، وانا مبسوطه جدا بتليفونك رب، وتحياتنا ليكي ولكل اهل الدقهلية. ربنا يقويك يا بنت على اللي انت بتعمليه. الله يسعدك، شكرا، وكل سنه وانت طيبه. طيب ناخد معانا ميرفت. صباح الفل يا ميرفت. صباح الخير يا غادة. يا أهلا وسهلا، كل سنة وانت طيبة، وانت وكل حبايبك يا رب بألف خير. سكرة، ربنا يخليك، أمورة ربنا يخليك، أمور وأكلك جميل، ربنا يسعدك، ده من ذوقك، شكرا ليكي. عندي ليكي سؤالين يا غادة. اتفضلي. بصي، لما عملت لنا الايس كريم بتاع المستكة، ممكن اعمل الشوكولاتة زيه بالظبط؟ لا استني عليا، هعمل لكم حلقة مخصوص فيها ثلاث انواع شوكولاتة، بالفانيلا وبالشوكولاته، وهعمل لكم اربع انواع، وبالكراميل والعين الجمل، وفي واحد رابع كمان بالتمر. هنعمل حلقه كلها ايس كريم قريبا جدا.
ميرسي خالص. بس عايزه اقول سؤال تاني يا غاده. اتفضلي. بصي انا في اسكندريه باكل عاشور عند واحد مشهور جدا. مش عارفه انت تعرفيه ولا ايه. المهم انا عايزه طريقه العاشور الصح عشان احط عليها الايس كريم المستكه زي ما عملتيها. انا مش عارفه والله. انا هقول لك احنا بنعمل العاشوره بطريقه بسيطه جدا، ما بنحطلهاش حاجه خالص غير ميه ومزهر وشوي وسكر طبعا وزبيب وشويه لبن بس. هي دي العاشوره بتاعت جدتي الله يرحمها، فيها طعم كل حاجه باينه وما فيهاش، تحسيها وصفه بسيطه كده. فمش عارفه هي اللي انت كلتيها طعمها ايه، لازم ادوقها عشان اعرف اذا هي زي دي ولا حاجه ثانيه. لو في فرع للمحل في مصر كلميني على التليفون وقولي لي عليه وانا بدوقها لك وبنجيب لك الطريقه ولا يهمك. طيب هنطلع فاصل سريع كده على ما نحمر لسان العصفور ونحمر البصل ونرجع لكم بعد الفاصل نكمل وصفتنا. سهلا بيكم، رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. لسان العصفور اهو ابتدى يتحمر كويس قوي، والبصل كمان ابتدى يتحمر، لا اتحمر خلاص. هنحط له البسلة والجزر والفلفل الحراق لو استعملناه كده اهو. خلينا بس ايه نتأكد ان الفرن شغال. نشغل الفرن تمام كده اهو. خلاص نحط بقى دلوقتي نبتدي نحط شويه ملح وفلفل. طبعا مش هنحط ملح كتير لان الشوربه عندنا متملحه، بس شويه كده. نحط بقى ايه دلوقتي، قلينا البصل وكل حاجة وهو لسان العصفور عندنا اتحمر. ناخد بقى البصل والبسلة والجزر اللي عندنا دول، نطفي عليهم النار ونحطهم على، يعني ممكن نحطهم عليها في الطاجن، مش هيقول لا أبداً. خلاص احنا كده عندنا الوصفة، مش عايزة غير بس انها تدخل على النار. طيب برضو نطفي النار هنا. ناخد الطاجن بقى اللي عندنا ونشوف معانا صفية. صباح الفل يا صفية. اهلا. صباح النور. صباح الفل، اهلا وسهلا. اهلا بيك، ازيك؟ اهلا اهلا، كل سنة وانت طيبة. انت بالصحة والسلامة حبيبتي. الله يسعدك. انا عاوزة اسألك بس على فتة داود باشا. اتفضلي. كان فيها رز ولا لا؟ لا، هو الرز انا بعمله ابيض على جنب. هي الفتة فيها العيش المقلي والزبادي والطحينة وتوم وشوية ليمون عليهم، شوية ليمون مع زبادي وتوم وطحينة وشوية ليمون فوق العيش المقلي. وبعدين عملنا زبادي وطحينة على العيش وعليها ليمون. زبادي وطحينة وتوم وليمون مع بعض فوق العيش المقلي، وفوقيهم الصلصة الحمراء اللي عملناها. وبعدين او بالعكس مش مشكله، يعني ممكن تحطي الصلصه الحمراء فوق العيش وفوقهم الزبادي. ايوه. وبعدين الكفته فوقيهم، واعملي جنبيها رز ابيض. ايوه. يعني الرز ما بيتحطش على العيش. لا بيتحط على جنب بره. على جنب. طب انا متشكره جدا. انا متشكره جدا لتليفونك، شكرا. طيب هناخد ده يمكن صغير، خلينا ناخد الثاني الاكبر. طيب هنحط بقى
الرز لسان العصفور اللي عندنا ونحط عليهم نحط اللحمة كمان طبعا دي لحمة ضاني ونقلبها بس كده شوية علشان ما تفضلش على الوش طيب هناخد بقى الصلصة اللي عندنا هناخدها بس هندوبها مع المرقة بتاعتنا اللي احنا مسخنينها على النار في الحلة الصغيرة دي طيب هناخد بقى دلوقتي الحلة بتاعتنا ونحط المرقة دي فوق لسان العصفور اللي عندنا تمام كده وندخله على الفرن طبعا الفرن لازم تكون درجة حرارته عالية في الأول يعني بنخليه أعلى حاجة تقريبا كده تلت ساعة وبعدين بنسيبه بعد كده ننزل درجة الحرارة مثلا ل 200 ونغطيه ونخليه يستوي براحته. دلوقتي عندنا وصفة تانية اللي هي كروكات البطاطس المحشية بالجبنة بس ناخد أماني ونشوف بعد كده هنعمل إيه. صباح الفل يا أماني. صباح الفل عليكي. إزيك يا أماني؟ ازيك انتي منوره الدنيا ربنا يسعدك اتعلم منك الرقه والشياكه والجمال الله يسعدك ده من ذوقك وعينيكي الحلوه تسلمي يا رب تسلم ايديكي لا تسلم ايديكي حبيبتي انا عايزاكي عايزه اطلب من القناه تطلعي كل يوم في مطبخ لون مطبخ ايه؟ النهارده بينك لون كل يوم يعملوا لك لون لون للمطبخ نون؟ لون للمطبخ النهارده بينك بكره اخضر بعده احمر بعده اصفر الله يخليك انتي بنتعلم منك الجمال والرقه الله يسعدك ليه انا مش فاهمه الله يسعدك شكرا ليكي يا حبيبتي الله يخليكي يا اماني شوفي انا اتجننت من المكالمه بتاعت امبارح دي بصراحه انا مش عارفه هما الجماعه دول ليه بيحبونا عشوائيات وشحاتين لما يبقى حلوين احنا بنحترم كل الاراء يا اماني وما فيهاش يعني لا ما بنقدرش احنا بنحاول نعمل الرقي والذوق الله يخليك هو الواحد بيحاول يعمل اللي عليه علشان يرضي جميع الاذواق بس صعب بس طبعا احنا بنحترم كل الاراء اللي بتجيلنا طيب ماشي انا عارفه ان انت لازم تقولي كده بس انا عايزه اقول لك ان كل حاجه زي الفل تسلمي لي يا اماني يا حبيبه قلبي وشكرا كتير على تليفونك وكل سنه وانت طيبه الله يخليك شكرا يا قمره شكرا مع السلامه طيب دلوقتي احنا هنعمل الكروكات البطاطس زي ما قلنا هو هاجر الو صباح الفل حبيبه قلبي ازيك صباح النور ايه اخبارك كويس الحمد لله كل سنه وانت طيبه وانت وكل حبايبك بالف خير يا رب لا انا بحبك جدا انت ايه انا بحبك جدا او انا كمان بحبك جدا ومبسوطه جدا بتليفونك انت عندك كام سنه يا هاجر انا عندي 12 سنه 12 بتحبي المطبخ يا هاجر وبتعملي حاجات ولا بتساعدي ماما بس لسه بعمل حاجات شاطره بتعملي ايه بقى بعمل حاجات طيب عندك سؤال حضرتك عملتي امبارح الشكشوكه انا ما خدتش المقادير عملت ايه عملت الشكشوكه امبارح باللحمه المفرومه الشكشوكه باللحمه المفرومه حاضر هقول لك عليها حاضر ماشي اهلا وسهلا طيب هناخد دلوقتي طبق بس ده مش نظيف هنعمل ايه بقى علشان نعمل الكروكات ده عايزين الاتي عايزين بطاطس مسلوقه وعايزين جبنه مبشوره بس ما ينفعش نستعمل مع النوع
البطاطس لازم تكون نوع الجبنه اللي معاها جبنه بارميجان، لا بارميزان، علشان خاطر لو استعملنا اي نوع تاني بيسيح الجبنه البارميزان ما بتسيحش على النار، فهي اللي ممكن ان احنا نستعملها. يعني لو استعملنا موتزاريلا، لو استعملنا اي نوع تاني واحنا بنقليها هيطلع هتسيح من بره الجبنه، فاحنا طبعا مش عايزين الكلام ده. هنستعمل بيضه، نحطها هنا الاول عشان نتاكد انها سليمه تمام كده، وهنحط شويه ملح وفلفل، ادي شويه ملح وادي شويه فلفل وادي احنا كده خلصنا دول، ونرجع ده ورا علشان ما نتلخمش. فاضل عندنا والبيضه خلصناها، لا البيضه هنستعملها لسه. المكعب ده احنا كنا مخليينه عشان قلنا لو مش هنستعمل فراخ او لحمه في لسان العصفور بنستعمل مكعب مرق، بس احنا اوريدي عاملينها باللحمه. طيب بس خلاص كده عندي المكونات خلصت بتاعت العجينه نفسها. عندي هنا الجبنه اللي بتتباع في السوق اللي بتبقى مكعبات دي، اي نوع يناسبكم. باخد المكعب بقسمه 4 زي ما انتم شايفين عشان تبقى القطعه تقريبا قد كده. هناخد بقى دلوقتي العجينه اللي عندنا بتاعت البطاطس دي نعجنها كويس. ممكن تحطوا لو عايزين تحطوا كمان شويه بهارات على البطاطس، عايزين تحطوا رشه جوز الطيب كمان زي ما تحب. طيب دلوقتي عندي البطاطس اهي ممتازه، طبعا دي بطاطس مسلوقه ومهروسه ومش محطوط لها اي حاجه غير اللي احنا حطيناه قدامكم اللي هو البيضه والملح والفلفل. هناخد البطاطس اللي عندنا بالشكل ده، هنعملها كوره كده، وبعدين هنعمل في النص زي تجويف كده، نحط فيه الجبنه اللي عندنا دي وهنقفل عليها كويس كده اهو، وهنخليها مدوره، وبعدين هناخدها نحطها في البيض والبقسماط. الوصفة دي من الوصفات اللي احنا ممكن نعملها ونحطها في الفريزر وبنشيلها لوقت ما بنعوز نقليها. بنعملها زي ما هي كده بالبيض والبقسماط، وبعدين بنحطها في صينية ونحطها في الفريزر بس تجمد، بنرجع ناخدها نحطها في اكياس ونسيبها لغاية ما تتجمد، لغاية وقت بقى ما نحب نستعملها. ناخد معانا أم إسلام. صباح الفل يا أم إسلام. أم إسلام طيب ناخد معانا ماجدة. صباح الفل يا ماجدة. صباح الفل، ازيك يا مدام غادة؟ أهلا وسهلا، أنت إيه أخبارك؟ الحمد لله، أنا بحبك قوي ونفسك جدا جدا، وما تسمعيش كلام أي حد، ده أعداء النجاح طبعا. يا حبيبتي الله يسعدك، والله انا ما بزعلش خالص من الكلام ده ابدا، لان احنا بنحترم كل الاراء اللي بتجي لنا وبنستقبلها بصدر رحب، والله يخليكي. شكرا. الله يخليك، واكل كله جميل جدا جدا بروفيشنال طبعا، يعني تذوق في كل حاجه صراحه. الله يسعدك يا ماجده، شكرا كتير، وكل سنه وانتي وكل حبايبك بالف خير يا رب. ميرسي يا حبيبتي، ميرسي. شكرا يا قمره، شكرا. طيب دلوقتي بس انا هحط البيضه هنا، وهنعمل شويه من البطاطس دول زي ما عملتها كده، بيض بقسماط، ونطلع فاصل ونرجع لكم نكمل وصفاتنا. نشوفكم بعد الفاصل. اهلا وسهلا بيكم، رجعنا لكم تاني بعد الفاصل.
دلوقتي احنا دايما نعمل ايه بقى علشان ما نتغلبش؟ دايما ايدينا الاثنين لما نيجي نعمل اسكالوب ونعمل الحاجات دي، ايد بنخليها تروح على البيض وايد بنخليها تروح على البقسماط علشان ما تعملش الكتاكيت دي. فدايما عندي ايد كلاكيع، دايما عندنا ايد مبلوله بالسائل اللي هو البيض، والايد الثانيه ناشفه بعمل فيها البقسماط علشان خاطر ما تمسكش في ايدي وتعمل الكلاكيع دي اللي بتضايقنا. دلوقتي بقى هنحط تمام كده، هنحط بقى الزيت على النار. خلاص كفايه كده، مش هنعمل تاني لان احنا عاملين اصلا من الاول. انا بحب قوي الوصفات اللي هي بينفع تتحط في الفريزر كده، بتنفع في وقت زنقه، تحسوا دايما كده ان احنا عندنا ظهر في الفريزر يعني. طيب هنزود بس الزيت شويه عشان خاطر لازم تتعمل في زيت غزير، فهنزود الزيت. نشيل غطا الحلة الصغيرة من هنا، ونجيب بقى طبق ونحط عليه المناديل علشان خاطر نطلع ثانية واحدة. اهو الطبق اهو، عشان احنا دولابنا عامر بالاطباق، ان شاء الله دايما كده عامر. طيب ناخد بقى هنا ونحط المناديل بتاعتنا. عايزين نبعت مرسال للمخرج الجميل بتاعنا هشام ابو الدهب، النهارده عيد ميلاده، وهو طبعا النهارده ما حدش قادر يقول له ولا اي حاجه، يعني لو طلب ايه لازم نعمله له، عيد ميلاده طبعا مره في السنه، فكل سنه وهو طيب وينعاد عليك ان شاء الله يا هشام، وتفرح بحبايبك كلهم يا رب. كل سنه وانت طيب. بتقول ايه يا هشام؟ مش سامع. العفو يا استاذ، كل سنه وانت طيب. طيب هنقلي بقى دلوقتي البطاطس بتاعتنا، وبعدين اوريكم ازاي بتطلع. بس نشيل الحاجات دي من هنا علشان نروق الدنيا. خلينا على ما يسخن الزيت شويه نقول شويه تطبيقات اللي هم بتوع امبارح اللي ما قلناهمش، عشان خاطر الناس كتير مبسوطه على فكره التطبيقات، فمش عايزين. امبارح طبعا الوقت كان ضيق جدا جدا وما لحقناش نقولهم، فالنهارده نقول كده قد ما نقدر في السريع. طيب عندنا فاتن الغمدي، ولا احطه فوق احسن؟ طيب نحطه هنا احسن اوضح. يلا عندنا فاتن الغمدي، عملت ام علي، يسلموا ايديكي يا فاتن. وعندنا طبعا نجمه الموسم القطايف، عملتها مين؟ عملتها ايمان نصر، يسلموا ايديكي. والسمبوسك الشفق الاحمر، ام نبيل عملت السمبوسك. وده جيلو الموزايك، عملته المحبوبه جوجو. وعندنا الكنافه الكب كيك، عملتها رشا جبله. ليالي لبنان، عملتها واحدة جميلة اسمها بحب مصر. وكنافة كب كيك عملتها أسماء زمزم. وأسماء ثابت عملت البانوفي باي أو فطيرة الموز والكراميل. وليالي لبنان دي ولا لا؟ دي أميرة السيد، عملت ليالي لبنان. كنافة كب كيك من عبير محمد. تشيز كيك المانجا، قصدي كنافة المانجا، بس عملتها ولاء حسن في كوبايات.
السمبوسك عملتها تمارا وليد، تمارا حافظ عملت القطايف وصورتها لنا كمان بالخطوات، يسلموا ايديكي يا تمارا. ومين هنا عندنا؟ سيرين لباد عملت القطايف وبرضو مصورها لنا بالخطوات. البانوفي باي برضو عملتها مين؟ ثانية واحدة. سيلفيا زاديكيان، سيلفيا زاديكيان من زمان بتطبق وصفاته وبتطبقها بطريقة حلوة قوي، سيلفيا من لبنان. وكنافة كب كيك من شيماء سلامة. في كمان بقى دي نقولها وخلاص علشان نلحق نكمل، أسامة إدريس السمبوسك. وبكرة إن شاء الله بنكمل بقية التطبيقات لأن الوقت مش عايزينه يداهمنا، فنخلي دول بقى هنا. دلوقتي ناخد الكروكات اللي عندنا زمان الزيت سخن نحطه. طبعا جات لنا اسئله الصراحه امبارح كتير على عيش السرايا. عيش السرايا اللي عملناه امبارح بعد ما بنحط عليه العسل اللي هو احنا عملناه بان احنا حطينا كوبايتين سكر على النار لغايه ما تكرملوا، وبعدين حطينا عليهم كوبايه ميه، وبعدين شويه ليمون ومظاهر لو تحبوا تحطوا مظاهر. بعدين كنا محمصين التوست وشويه مش قوي يعني ذهب يا دوب، وبعدين حطينا عليه الشربات وهو سخن وفركناهم كويس قوي لغايه ما اتهرى خالص لسان العصفور، قصدي التوست يعني اتفتفت خالص خالص. بعدين خدناه حطيناه في صينيه او في بايركس زي ما انتم عايزين، وبنسيبه يتماسك. ممكن نحطه في الثلاجه او نخليه بره، المهم يتماسك عندنا. وبعدين بعد ما بيهدى شويه وبيبرد قبل التقديم بنحط له القشطه وبنزينه بالمكسرات. وبكره في وصفه لطيفة جدا، بكرة هنعمل شركسية إن شاء الله، وهنعمل وصفة لذيذة جدا جدا، أو يعني إن شاء الله تعجبكم، لأن بصراحة أنا اللي عاملاها لأنه قلت ليه لبنان يبقى فيها ليالي ومصر ما فيهاش ليالي، فهنعمل حلو جديد كده اسمه ليالي مصر. فاستنوا بكرة علشان تشوفوا إزاي بنعمله وهو داخل في عيش السرايا. خلينا نشوف بقى ده الكروكات اللي إحنا عاملينه من الأول، خلينا نحطه في الأطباق. نحط له شوية حاجة كده تحت تديله شكل لطيف. طيب دلوقتي احنا ناقص عندنا بقلاوة أساور الست. بقلاوة أساور الست دي برضو لذيذة قوي، هنعملها إن شاء الله بعد الفاصل. ادي الكروكات بتاعتنا، طبعا احنا عملنا قبل كده الكروكات وحشيناها لحمه مفرومه، فانتوا حرين يعني احشوها زي ما انتوا عايزين، عايزين تحشوها لحمه مفرومه، عايزين تحشوها جبنه زي ما حشيناها، هي جميله بصراحه في جميع احوالها. دلوقتي بقى هنطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل نعمل البقلاوه، وما تروحوش اي مكان لان احنا دايما سفرتنا احلى. يلا اهي، اهلا وسهلا بيكم، رجعنا لكم تاني بعد الفاصل.
دلوقتي هنعمل بقى البقلاوة اللي اسمها ايه؟ أساور الست. طيب بقلاوة أساور الست عشان نعملها عايزين جلاش، مش عايزين لسان عصفور أكيد، عايزين جلاش وعايزين اهو الجلاش عندنا، عايزين فستق او اللي بتحطوا بندق تحطوا اللي انتوا عايزينه، بس هو بيبقى شكله بالفستق حلو، عايزين الشربات وعايزين شويه مزهر او موارد. طيب نولع النار هنا بس عشان لازم نسيح السمنه تكون سايحه واحنا بنستعملها طبعا، ونشوف الفرشه. نجيب فوطة كمان ونبتدي بقى نشوف هنشتغل ازاي. ناخد الجلاش بتاعنا ناخد بقى ورقة طبعا، انا هوريكم واحدة كده ازاي بتتعمل. ناخد ورقة طبعا، الورقة اللي مش هنستعمله لازم يفضل متغطي بفوطة كويس جدا عشان خاطر ما ينشفش مننا. وناخد بقى الورقة اللي عندنا دي بسكينة، وناخد معانا عناية. اهلا وسهلا. اهلا بيكي يا مدام غادة. ازيك؟ الله يخليكي، كل سنة وانتو طيبين. وانتي وكل حبايبك. والبرنامج خير كله بخير والعالم كله بخير، الاسلام يا رب. الله يسعدك يا جميل. الله يخليكي. انا الاول بشكرك على برنامجك الجميل والحاجات الحلوة اللي بتقدميها ورقيك في تقديم البرنامج. الله يسعدك يا عناية، شكرا جدا. شكرا. الله يخليكي. انا عندي بس سؤالين. اتفضلي. لو سمحتي كنت عايزة اعرف الرافيولي عجنته هل ممكن ان احنا نعملها من غير المكنه؟ طبعا دي طبعا تتعمل. وصفهولي على السريع كده وتقولي لي حشوات كده، حشوتين مختلفه. طيب انا غير بعض. اوكي. وكنت برضو عايزه اسال على فته الزبادي. اني واحده بقى اللي هي على فته الزبادي اللي هي بالعيش والرز، بس دايما انسى يعني ترتيبها. قصدي عايزاها باللحمه ولا بالفراخ؟ بالفراخ. بالفراخ. طيب حاضر من عينيا. ميرسي جدا وكل سنه وانتي وحبايبك بالف خير. ميرسي يا ستي. طيب. مع السلامه. مع السلامه. الرافيولي بيتعمل طبعا من غير مكنه، هي بس المكنه اللي بتسهل ان احنا نعمله رفيع، ان هو يبقى العجينه تبقى رفيعه. بس ثانيه واحده عشان الف دي الاول. بنعمل بس كده. لا معلش، لازم ندهن دي سمنه عشان تريحنا، ما تنسوش. اي بقى عندكم سيخ لحمه، سيخ بتاع شوي اللحمه، معلقه زي دي كله شغال. بنقسم العجينه زي ما شفتوا اتنين، بناخدها بالشكل ده وبنبتدي نلفها كده، بنلف لغايه ما بنوصل للحته دي تقريبا. مش هلفها، هكشكش بس الحته دي كده شويه وابتدي اطلعها، بطلعها كده. وبعدين باخدها دلوقتي، الحته دي عندي موجوده، هتبقى هي دي الحته دي هتبقى هي القاع بتاع الاكله بتاعتي. هلفها كده بالشكل ده، بنحاول بس ندخل دي جوه دي من هنا كده، وده بيكون شكلها بالشكل ده. اوكي. باخدها بحطها طبعا في صينيه في الفرن على درجه حراره تقريبا 200. بنسيبها لغايه ما تحمر، او لو حسينا انها احمرت من تحت ولسه من فوق بنولع عليها الشوايه. ده بيكون شكلها بعد ما بتطلع من الفرن. بنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هناخد الفستق اللي عندنا طبعا طلعت من الفرن، سقيناها على طول بالشربات. دلوقتي هناخد الفستق اللي عندنا اللي هو ده، هحط له بس شويه شربات عشان خاطر ايه يمسك لي الحشوه لما احطها في النص، ما تهرهرش كده وتقع لما اجي استعملها. وهناخد شويه مزهر او الموارد اللي عندنا، بنحط شويه وبنقلب
الخلطة بتاعتنا دي كده، شايفين ازاي ابتدى يتماسك الفستق. فلما نيجي ناكله طبعا مش هنحطها كلها في بقنا مرة واحدة، هنحطها على مرتين، فعشان بعد اول قطمة ما يهرهرش الفستق ويقع مننا، فالشربات كده هيخليه يمسك في بعضه. طيب دلوقتي بس هناخد الفستق بقى اللي عندنا ده، هنحطه في النص بالشكل ده كده اهو، وكده نبقى احنا عملنا الوصفات بتاعتنا النهاردة. عملنا ايه بقى؟ عملنا طاجن لسان العصفور اللي هنجيبه حالا من الفرن، وعملنا كروكات البطاطس المحشية بالجبنة، وعملنا بقلاوة أساور الست. بتمنى تكون وصفات عجبتكم، لأنها سهلة ولذيذة زي ما شفتوا، ما فيهاش أي صعوبة. دلوقتي بس نحط البقلاوة بتاعتنا في الطبق، ونجيب لسان العصفور من الطاجن، وزي ما قلتلكوا بكرة إن شاء الله وصفاتنا هتكون الشركسية وليالي مصر. خلاص نجيب بقى الأكلة بتاعتنا من الفرن. تمام كده مستوية وآخر جمال، أكلة لطيفة جدا. وناخد البقلاوة نحطها في الطبق، وكده نبقى وصلنا معاكم النهاردة لآخر حلقتنا. بشوفكم بكرة إن شاء الله مع سفرة جديدة، وأكيد سفرتنا أحلى بيكم. شوفكم بكرة إن شاء الله بوصفات جديدة وأفكار جديدة بإذن الله.